اهلا اهلا باحلى عيلة دانافليكس. انا النهاردة جايب لكم فيلم من الاخر، فيلم رعب وغموض، واللي رعبك اكتر انها قصة حقيقية حصلت احداثها في اواخر الستينات مع واحد عاش تجربة مرعبة مع روح طفل مات مقتول يجي من 70 سنة. الفيلم اسمه ذا تشانجلين. اول الفيلم حصلت حادثة راح ضحيتها طفلة وامها ماتوا قدام عين الاب اللي هو راسل، وده بطل فيلمنا بالمناسبة، واللي بقى حاسس بالذنب عشان عربيته تعطلت في المكان ده، ومن ساعتها جاله اكتئاب وبقى يتخيل ببنته قدامه في كل مكان في البيت، وبعد 4 شهور حس انه هيتجنن من اللي بيحصل له، فقرر يسافر لصديقه روبرت في سياتل ويشتغل هناك مدرس موسيقى يمكن ينسى ويخرج من الحالة اللي هو عايش فيها. روبرت ومراته رحبوا بيه جدا وعرضوا عليه يقعد معاهم، بس هو رفض وقال لهم انه هيتكلم صديق ليه قديم هيشوف له بيت هادي كده عشان هو محتاج يقعد مع نفسه. وفعلا كلمه صديقه بعت له وسيطه اسمها كلير وودته قصر كبير وهادي واقنعته بالقصر ده عشان فيه اوضه موسيقى فيها بيانو وهو بيحب البيانو، وجاب ناس تنظف البيت والناس قامت بالواجب الصراحه وروقه على البيت. وبعدها راح يلحق الشغل ولقى عدد طلاب كبير بس هو استمتع بالتدريس ليهم. تاني يوم صحي راسل مخضوض على صوت خبط جامد قوي، وكانت الساعه 6 ساعتها، وافتكر ان ده عطل في حاجة في البيت. بعدها راح يعزف على البيانو وهو بيعزف باب الأوضة اتفتح لوحده وحس اكن في حد معاه، وافتكره الجنايني تاتل، بس فجأة لا دخل من باب تاني اصلا، وسأله راسل هو في حد تاني هنا، بس تاتل الجنايني قال له ان مفيش حد غيره، وده خلى راسل يستغرب قوي بس حاول يعدي الموضوع بانه يعزف على البيانو. بعدها الوسيطة كلير اللي اجرت له البيت جت تزوره وجايبه له معاها لوحات كده كانت في البيت وكانت بتحافظ عليهم، وعرضت عليه انه يروح يركب خيل معاها والراجل ما صدق يخرج له شويه، ويا فرحة ما تمت. صورة بنته ما كانتش بتفرقه لأنها كانت بتحب الخيل وكانت خروجها نكد عليه. رجع البيت وقعد يعيط لوحده في الأوضة، ومرة واحدة سمع صوت الخبط ده تاني وكان الصوت عالي قوي، وبص في الساعة لقى برضه 6، فاتخض وما فهمش إيه اللي بيحصل، ودي تاني مرة تحصل وفي نفس الميعاد. راح جاب عامل التصليح ونزل كشف على كل حاجة ولقى الدنيا زي الفل وفي مكانها، وده حير راسل اكتر، بس هو قرر يتجاهل الموضوع عشان في مجموعة من طلابه جايين يعملوا بروفا معاه. الطلاب عملوا بروفا ومشيوا. بعدها سمع صوت غريب جاي من اوضته، ولما طلع لقى الصوت اتنقل للدور اللي فوقيه وكان الصوت بيتحرك من مكان للتاني، وفضل راسل ماشي ورا الصوت لحد ما وصل للحمام اللي فوق. فتح الباب ولقى حنفية البانيو مفتوحة مع انه هو ما استعملش الحمام ده اصلا، فقرب من البانيو عشان يقفل الحنفية لقى ولد في البانيو بيبصله فترحب وجري بسرعة. واول ما النهار طلع راح لكلير على طول في الجمعية وحكى لها اللي حصل وسألها لو كان في حد حصل معاه كده قبل منه، بس كلير كانت بتقنعه انها مجرد هلاوس مش اكتر بسبب موت بنته ومراته. بعدها جت موظفة بلغت كلير ان في مكالمة ليها، ولما راح ترد على المكالمة الموظفة دي بصت لراسل وقالت له ان ما كانش المفروض تعيش في البيت ده لان الجمعية ما كانتش عاوزة تأجره وكلير أجرته من وراهم، وسألها ليه ما انا هدفع اللي هم عاوزينه، وفهمته ان البيت كل اللي سكنوا فيه قالوا ان البيت فيه روح عايشة فيه وبتضايق اللي بيعيش معاها. وقعد يفكر ايه مصلحة كلير في اللي بتعمله، ولما روح البيت قبل ما يدخل ازاز الشباك في اخر دور اتكسر منه حتة ووقع جنب رجله، فطلع عشان يعرف ايه اللي كسر الازاز، وهو بيدور لقى اوضه مقفوله بقفل حديد، جاب شاكوش وحاول يكسر القفل بس صوت الخبط اللي على الحديد ده رجع تاني وكأنه بيحاول يمنعه من اللي بيعمله، بس راسل مهمهوش وكسر القفل، والباب ده وصله لاوضه تانيه مليانه تراب وعناكب، وده معناه ان محدش دخلها بقالها سنين، والاغرب انه لقى الشباك المكسور فيها، وفضل يدور على اي حاجه تفهمه اللي بيحصل لحد ما لقى دفتر مكتوب عليه يناير 1909، بس ما لقاش فيه حاجه مهمه، ولقى كرسي متحرك وصندوق موسيقى ففتحه لقى نفس اللحن اللي كان راسل بيعزفه، فخد الصندوق وراح لكلير ورى لها الصندوق وسمعها التسجيل اللي كان مألفه، بس كلير قالت له انها صدفه مش اكتر، فراح راسل يدور في السجلات على اي معلومه تساعده، بس الغريب انه ما لقاش اي معلومه قبل 1920. راح سأل الموظفة اللي حذرته من البيت وقال لها مين اللي ساكن في البيت ده سنة 1909، قالت له انه كان دكتور اسمه بيرنارد مع عيلته بس باعه بعد موت بنته في حادثة عربية قدام البيت، وان العيلة كلها ماتت من الحزن، فراسل قال ان البنت دي ماتت بنفس طريقة موت بنته، ما كانش فاهم هي روح البنت دي عاوزة منه ايه. وكلير ضميرها صحي فجأة وطلبت منه يسيب البيت، بس هو مرضيش وصمم يعرف الحقيقة، ولما روح قعد يتفرج على صور بنته وفجأة لقى الكرة بتاعتها وقعت من على السلم مع انه كان شايلها في الصندوق في اوضته، فقام واخدها وخرج رماها في البحر، ولما رجع لقى الكرة بتقع من على السلم تاني وفضل واقف مكانه مذهول من اللي بيحصل،
فقرر انه يلجأ لدكتور فيزيائي وبتاع ارواح يمكن يساعده. الدكتور قال له انه لازم يزور البيت بنفسه، وفعلا راح له هو ومراته ليا ومساعدته، وجات معهم كلير كمان. واول ليا ما دخلت البيت طلعت الاوضه اللي فوق، وجات فتحت الباب بصت كده على الكرسي المتحرك واتخضت ونزلت جاري. بعدها على طول عملوا جلسه تحضير الارواح وجهاز الدنيا من كل حاجه، وقالت ليا الراسل ان في روح طفل موجوده وعايشه معاك. وفعلا نزلت الروح من الاوضه وحضرت معاهم، وفضلت تسال الروح اسئله وايدها تكتب الاجابه من غير ما تحس، لحد ما عرفت انها روح طفل اسمه جوزيف وعايز يتواصل مع جون علشان يساعده. وفضلت تكرر كلمة ساعدني كتير جدا، وبعدها سألته عايز ايه من راسل وايه سبب وجودك في البيت وازاي موت. بس قررت روح جوزيف انها ما تتواصلش معهم اكتر من كده، وكسر الازاز الموجود ورجع الاوضة فتخضوا كلهم. وبعدها مشيوا، وكان راسل بيسجل كل اللي بيحصل، ولما مشيوا قعد يسمع اللي سجله، والمفاجأة انه سمع صوت الولد وهو بيجاوب على كل الاسئلة بصوته. ولما وصل راسل لسؤال لجوزيف ازاي مات، فسمع جوزيف وهو بيقول كلام مش مترتب خالص، زي في اوضتي، بسبب بابا، ميداليتي، بير المزرعه، القلب المقدس، باب جسمي، اسمي جوزيف، كارما قال، القلب المقدس. وهنا بدا يظهر كل اللي حصل لجوزيف، انه كان قاعد في البانيو ومشغل صندوق الموسيقى بتاعه، وجه ابوه بدل ما يقعده على الكرسي المتحرك مسكه من رجله وغرقه. خاف جدا راسل من اللي بيحصل معاه، واتصل بكلير، وقبل ما يقول لها حاجه اغمى عليه، فجات له بسرعه مع ان اعصابها كانت تعبانه من اللي شافته، وقالت له ان القلب المقدس ده اسم دار ايتام كانت موجوده واتقفل قريب. فخرج راسل وفضل يدور كتير لحد ما عرف ان سيناتور غني اسمه كارل مايكل، والسيناتور ده يعني حاجه كده عضو في مجلس الشعب، كان ساكن في القصر وقت الحرب العالميه، وكان عنده ابن عنده شلل وضمور في العضلات، امه ماتت وهي بتولده، ولما بقى عنده 6 سنين سافر اوروبا للعلاج. وقال راسل لكلير انه اكيد قتل ابنه ودفنه في السر وخد ولد من الميتم وقال عليه انه ابنه وسفره اوروبا علشان محدش يتعرف عليه، ولما يرجع يقول انه هو اتعالج عشان يستولى على ميراث ابنه من امه. وقال لكلير انه هيدور في املاكهم على مزرعه فيها بير علشان يحل باقي اللغز، وفعلا راح دور في خريطه المدينه لحد ما لقى مزرعه ملك عيله كارمايكل وكان فيها بير، لكن بعد كده بنوا بيت مكان البير. فخد راسل العنوان وراح كمل سجلات البلد التاريخية لحد ما وصل لوصية الأم، وكان مكتوب فيها في حالة وفاتها كل أملاكها تروح لابنها ويكون أبوه هو الوصي عليه، إلا لو الولد مات قبل ما يوصل 21 سنة فالأملاك كلها تروح للجمعيات الخيرية. وحكى راسل لكلير كل ده، وقال لها إن الولد كان مريض وضعيف ومشلول واحتمال كبير إنه يموت ويبقى أبوه خسر كل حاجة، علشان كده قتله واستبدله بولد تاني. وخد راسل كلير وراحوا على البيت اللي اتبنى مكان المزرعه، وحكوا الحكايه للست اللي اشترت البيت وبقت ساكنه فيه هي وبنتها، وقالت له انها كانت ممكن ما تصدقهوش لولا ان بنتها صحيت من 3 ايام تصرخ وكانت مرعوبه، لانها حلمت بكابوس كان فيه ولد صغير خرج من ارض اوضتها وكان ضعيف جدا وبيزحف مش قادر يمشي، وقال لها انا جوزيف ارجوكي خرجيني. ولما قال لها راسل انه عايز يهد الاوضه قالت له سيبني افكر في الموضوع ده وارد عليك. فمشي راسل، ولما جه الليل وكانت صاحبه البيت وبنتها نايمين صحيت البنت وراحت لاوضتها وبصت في الارض وفضلت تصرخ لانها شافت جوزيف وهو بيغرق في البير. فامها صحيت من صوتها وجريت عليها طمنتها، واتصلت براسل بلغته انها موافقه على هدم الاوضه، فراح لها راسل من بدري وبدا في الحفر هو وابنها، وراحت له كلير على هناك وفضل يحفر لحد ما وصلوا للطين مبلوله فيها عظم ايد، فبلغوا الشرطه على طول. ولما وصلت الشرطه خبى راسل عنهم انه يعرف اي حاجه عن الموضوع، والكل مشي ما عدا راسل رجع تاني لمكان البير وفضل يدور في الطينه بس ما لقاش حاجه. فجت روح جوزيف وظهرت له ميداليه العموديه، فمد ايده خدها وكان مكتوب فيها اسم جوزيف كار مايكل، وبكده اتاكد من شكوكه. فراح للسيناتور كار مايكل في المطار قبل ما يسافر ووري له الميداليه، وقال له ان لقاها مع جثه جوزيف، بس طبعا الحراس منعوه انه يوصل له، ودرى السيناتور على الكلام قدام الحراس وركب طيارته ومشي. بس وهو بيفكر في كلام راسل وكان مش فاهم ازاي راسل معاه ميداليه زي ميداليته بالظبط. اما راسل فرجع على البيت على طول، واول ما وصل ابواب الاوض كلها فضلت تتقفل، فوقف راسل في نص البيت وفضل يزعق ويقول انا عملت كل اللي في ايدي ومش عارف اعمل ايه تاني، ونام من التعب. ولما صحي لقى ظابط بعته السيناتور لراسل عشان يحقق معاه، واتهمه انه مجنون وعايز يبتز السيناتور، وهدده اما يرجع الميداليه للسيناتور وينسى كل حاجه او هيجيب امر هدم للبيت، وسابه ومشي. وبعدها وصل كلير وبلغت راسل انهم لغوا عقد الايجار بتاعه وطردوها من شغلها من غير اي سبب، بس هي مش هتسكت وهتروح دلوقتي تقدم شكوى فيهم. قعد راسل يفكر يتصرف ازاي، وراح وقف قدام مرايه، ومره واحده اتكسرت المرايه وظهر فيها صوره الظابط وهو ميت. اتخض راسل ورجع لورا، وفي نفس الوقت جات له مكالمه من كلير قالت له ان عربيه الضابط مقلوبه على الطريق
ومات. اما السيناتور كارمايكل كان نزل من طيارته واول حاجه عملها انه اتصل بالضابط علشان يعرف يتصرف ازاي مع راسل، واتفاجئ جدا لما بلغوه انه مات وما كانش قدامه حل غير انه يتصرف بنفسه في موضوع راسل ده. فكلمه وطلب منه يجي يقابله، وفعلا راح له راسل وطلع الميداليه من جيبه وقال للسيناتور كل شكوكه في القصه وان جوزيف الحقيقي مات على ايد ابوه. وبكل برود قال له السيناتور انه مؤلف القصه دي ومفيش اي حاجه منها حقيقي، وعرض عليه ياخد فلوس مقابل انه يسكت خالص. ولما صمم راسل انه بيقول الحقيقه سكته السيناتور وقال له ان ابوه ده كان احسن اب في الدنيا، وطرد راسل من مكتبه. بس قبل ما يمشي راسل اداله تسجيل جلسه تحضير الارواح واداله كمان الميداليه اللي لقاها ومشي. وبعدها طلع السيناتور الميداليه اللي معايا وقارن بين الميداليتين ولقاها شبهها بالظبط وعليها نفس الكلام والعلامات وانها اصليه، وما قدرش السيناتور يستحمل كل ده وجات له ازمه قلبيه. اما كلير فكانت طول الوقت بتحاول تتصل براسل عشان تطمن عليه، ولما ما عرفتش توصل له راحت تشوفه في القصر بتاعه، ولما دخلت ما لقيتهوش وحبت تتاكد انه مش فوق وطلعت له، بس كرسي جوزيف المتحرك هاجمها وقعها من على السلم وهي بتصرخ من الخوف والرعب. ولولا انها تفادته كان اذاها. ولما وصل راسل وشاف الموقف وحس ان البيت بيتهز بيهم جامد فخرج كلير ودخل هو تاني وحاول يتكلم مع جوزيف ويوقف اللي بيعمله، وفضل يزعق لجوزيف وقال له كده غلط ومش مسموح بيه. بس جوزيف كان خلاص وصل لمرحله انه عاوز يأذي الكل بس ياخد حقه. وفعلا حس راسل بان البيت بيتهز جامد ورياح جامده بتزقه لبره، بس هو كان ماسك في السلم بايده لكنه ما كانش قادر يتحمل لحد ما الرياح وقعته. وبعدها بدات النار تمسك في البيت جزء جزء، وكان السيناتور في مكتبه حالته بتتدهور جدا وفضل باصص لصورة ابوه اللي اتبناه محط الميداليتين على الصورة وكأنه بيقوله الحقيقة ظهرت ومقدرش يستحمل ومات. والغريب ان راسل في بيته شاف السيناتور عنده وهو طالع السلم لأوضة جوزيف، واول ما وصلها شاف السيناتور مشهد جوزيف وابوه بيقتله وكأن جوزيف عايز يوريله كل حاجة بعينه، وبعدها ولع في البيت كله. ودخل كلير بسرعة للبيت وخرجت راسل وانقذته من الحريق. وراح راسل وكلير لبيت السيناتور عشان يتأكد راسل من اللي شافه، فلقوا الاسعاف وهي بتنقل جثته. اما البيت فكله اتحرق بكل حاجة فيه ما عدا صندوق الموسيقى اللي اتفتح واشتغل لوحده وجنبه كرسي جوزيف اللي اخيرا حقه رجع له. وبكده يخلص فيلمنا. ما تنسناش باللايك والسبسكرايب وتأكيد تفعيل الجرس عشان توصلك ملخصات افلامك اللي بتحبها. سلام.